كده منظر الاكل بتاعنا، الكماك بتاعنا اهو، والكفت البنيه والطماطم والجزر وكده. يلا بينا نعمل مع بعض الكماك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة نعمل مع بعض الكماك، كماك الفلاح. معانا هنا الدقيق منخول، وهنا رتل من الحليب، وهنا كوباية سمنة على زيت، معلقتين سكر ومعلقة ملح، علبتين زبادي، كيس خميرة فورية، وفانيليا ساي. كل ده نحط المقادير على بعض، والخميرة وكده، الفانيليا وهنا كوباية السمنة على الزيت، وهنا الحليب بتاعنا، وكده منظر عجننا بعد ما عجناه، وهنسيبه لما يرتفع مع بعض ونرجع نعمله مع بعض. الكماج لما تقرص يا حبايب قلبي، وهنخبزه مع بعض. الصوت بتاعنا بعد ما عملناه في المكنة، وهندخله مع بعض الفرن. ده شكل الكماج في الفرن يا حبايب قلبي، ووديها على الفرن الفرن مطلعاه من الفرن وكده. شكل الكماج بعد ما طلع كده، شكل الكفته البنيه بنعملها بالبصمات والبيض، وهنا الباقي بنحمره وهنقدمه مع بعض مع الكماج. كده شكل الكفته بتاعتنا البنيه بعد ما طلعت، وهنا شويه، وهنا الكفته بقيتها. وكده يا حبايبي هننهي معاكم الفيديو شكل الكماج بتاعنا النهائي. وايه رايكم في الحلاوه دي؟ دي شكل الكماج طالع من الفرن الغاز. وكده هنقدر نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة.